تفضلي يا أختي أم عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام السلام. عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. السلام. يا أخي الكريم، بكلم فضيلة الشيخ، كلمة فضيلة الشيخ، هذا بالنسبة يعني أبيك لو سمحت يعني تشوف هذا الأمهات ما يعدن بين عيالهم وبين بناتهم. أيوة. قسم بسم الله العلي العظيم، هل في فضيلة يعني في أمهات ما يعدن بين عيالهم وبين بناتهم ولا يخاف من الله، ويشوف شلون سدة ذنوب والعصيان، يقول صلاة رحم، ويقول ما هنا خوف من الله، وأهم شيء يعني واحد أرملة يعني أرملة من في زوجة وقعدت يعني مخلت من بيت وقعدت من عند أمه، أمه ما تناظرة تناظر خواته اللي أكثر منها يعني يعني خواته موظفات ومدرسات، وهذه عشان مسكينة أرملة متوفي زوجة من زمان ب 18 سنة ما تناظر. طيب واضح واضح يا أختي أم عبد الرحمن، واضح، جزاك الله خير. ترغب نصيحة فضيلة الشيخ صالح بالنسبة للبنات في بر الآباء والأمهات وهم في متقدم العمر؟ نعم، يجب على الولد ذكرا كان أو أنثى أن يبر بوالديه أو الموجود منهما، لأن حق الوالد يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فحق الوالد عظيم على ولده بالبر والإحسان إليه ذكرا كان أو أنثى، لأن الوالد أسلف الإحسان إلى هذا المولود وهو صغير وقام عليه ورباه، فإذا احتاج الوالد عند كبره إلى من يعينه وإلى من يساعده ويقوم بمصالحه فإن هذا واجب على الولد. وعقوق الوالدين أو أحد الوالدين من الكبائر التي دون الشرك، كبيرة من كبائر الذنوب، كما أن حقه بعد حق الله سبحانه وتعالى، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فعلى هؤلاء البنات أن يحسن إلى والديهن، وأن يبر كل تبر كل واحدة بوالديها، إما بالتعاون بينهما وإما بالانفراد إحداهما بذلك أو إحداهن بذلك، ولها الأجر العظيم. فلا تقل إن أخواتي لم يقمن بما عليهن وأنا لست مكلفة بأن أنوب عنهن، لا، عليها أن تقوم ببر والديها حسب ما تستطيع، ولا تنظر إلى تقصير أخواتها الأخريات. نعم.